بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن طالعين زردي بالليل مع احلى شباب مطروح. هلا والله سامر، احنا طالعين يا مؤمن عشان نتعشوا باحلى زرده واحلى عشاء مع احلى شباب واحلى صحبه ان شاء الله باذن الله. ليلتكم سعيده معنا، يعني حتسوي لنا دلوقتي اكل حلو. عيوني لك يا معلم، احلى رز حمر للعيون سامر. ايش حولتها في المطبخ؟ حولتها اصلا معلم سلم. قول النار وين اسلام؟ يلا عمده احنا بدنا نسوي بنية. تعال يلا عمده، تعال وقت اياك ولا هي تسوي انت ولا بلشنا؟ لا ما ينفعش شباب، نبيدي هنولع النار توه تمام، وهنقعد. انت مو سرقت، انت يا سامر هتغسل لنا، حماده فضل انت تحكي، احمد تصنع كمان حماده، مؤمن نفس الفيلم طبعا. نبيدي ناكل عشان الشيف بتاعنا يسوي طبعا. الشيف بتاع الليل حسب لنا رز حمر. جيب لي حاجه عليك دلوقتي يا اسلام. لا نسوك يا معلم احلى رز. رز حمر ما حصلش والله، ما حدش عمل زيه قبل. احلى رز، احلى رز حمر، احلى رز. شوفوا لينا بس واطيب اكل بتاكلها هي لما تشتغل بيدك، تتعب بالاكله وتاكل يا معلم، اطيب اكل بتاكلها تصير. اسلام حيطلع عنا، اسلام انا راح اجيب بنزين وهلا مال، بس خلص ولعي. امي سمي حبك امي عطل هاك السلمة. تعمل انت سلم؟ طبعا هنعمل فراخ بالرز الاحمر مظبوط تمام، طبعا الليمون ده والملح والميه عشان ايه نضافهم كويس. الله ينور يا سلم عليك يا باشا. طبعا الفراخ مع الرز الاحمر في حله واحده. الله ينور. يلا نشوف، يا حد اكل يا حد ارميها بالبحر. يا انا ادري انا ارميها، بس ان شاء الله ترميها يعني. لا يا عم ان شاء الله تكون حلوه يا عم. ده سمك، ده سمك بس تمام. طيب لو باظت انا ماليش، مش ذنبي. لا مش ذنبك، بس انا حطيت حاجه. ذنب العمده، ذنب العمده. حاجه باظت ذنب العمده، عمده اللي قطع صح؟ لا اسلام جوعنا، قاعد عم ناكل شيبسي لهلا. اي عمده ما تكلموا حاجه يا عم. انجز يا عم اسلام، خلص الشعير. خلصنا الشيبسي. مش عارف الرز هيجي ايشنا. الاسبوع الجاي ان شاء الله. الاسبوع الجاي دلوقتي في نص الملعب احنا ان شاء الله باذن الله ندخل على راس الحربه. فاحنا دلوقتي ندخل بالرز، يعني الرز، يعني الرز الحمر. الله ينور عمي اسلام. يا بالا احلى اكله رز حمر من تحت ايد اسلام. الله ينور. طبعا احنا البوادي نقولوا اصبر على الرز لين يمصص، يعني اصبر على الرز لما يستوي. يلا يا معلم على مهلك. كل حين جميل ورايق، واليوم اصبح مضايق ونفسي ماني طايق. كان الحال جميل ورايق، ما كانت في عوايق، واليوم اصبح مضايق ونفسي ماني طايق، ونفسي ماني طايق. نفسي في لحظة تهفى النار وتطفى، ويروق الحلو يصفى، تجمعني بك الصدفة، نلقى اللي صار معايا بداية للنهاية، كل مجرد حلم. يا ضيق العلم منك يا ضيق العلم. كان عزيزي جيني طرب بالبوسوع الزوارب، كان عزيزي جيني طرب بالبوسوع الزوارب. هاي اجواء الزردي بالليل، ناس عم تغني وناس عم تفرم وناس عم تقطع السلطه. الله يعطيك العافيه.
وناس نايبة تعبانة من الشغل. لكن لكم على النار، انت شربت الرز والحمر هلا على النار. هلا والله ورينا سلم. انا وش هذا اللي برد هسه؟ لكم راي سلم ونغطي بدري. بس قريب مش بعيد. هانت هانت تجيب زي موه. تعطي تقليبه بعدك تنزل ماشي. لا لا تو ماشي. تجي الكيسه ماشي. الكيسه بس خلص كثير. الله يطلع عسفر مشلوطه شافي كله. تنور سلو ليش هاد بالله قلنا قموس طباخ طباخ يا عمي. لا طباخنا اسلام ده نبي شكر في روحي. قال يا اسلام ما عليك تسولف حتى كلام الله ما قالت علي تروره يوم شكيت النجم قالت علي مغير تخرف قليل البخت قال عظم في الكركوشي يلي ديرك ايش وارك ايش وارك وسي قال جعاني جعاني. تقليبة الرز هذه لابد منها قبل ما يستوي الرز يعني قدمها مثلا خمس دقائق لازم انك تعطيه تقليبة وتسيب ايش تسيب شوي هو طيب بس لازم انا لابد منها. الله يدور يا سلوم. ليه بقى كيسة يا سلوم؟ عشان يتبخر ويزيد على هذا عشان يتبخر البلول بتاعي يدير بلول. يا نور تعطيني الاطباق نعبي السلطه هذه. اصبر ثانيه خليها احسن. ايوه ايوه ظبطها في الاطباق. الله ينور. معالي بان معالي خذوا هلا خلاص الطبخه اسلام احلى اكل تسحبه هلا صار وقت ناكل ونضوض. يا تفضلوا معنا اول حاجه. لا شكرا طبعا انا لان احنا اللي هناك بتهوى هناك على طول. ما خلاص سمي بالله على طول. الله ينور يا سلو. الف انا حبيبي الف انا الف انا سامر. يا عمده خلاص كفايه بالراحه علينا. عندها احك بتاكل يا عمده بالهنا والشفا يا عمده. بعد الاكل احلى كاسه شاي زردي. احلى كوبايه شاي بيبي لابد منها كوبايه الشاي بيبي هذه بعد الوقت لابد منها كوبايه الشاي. طبعا لابد انك الشاي يبقى مرغوي عشان ابو رغوه لابد منه. هذا ابو رغوه تبع 10 جنيه ما ابو رغوه تبع 10 جنيه. يا سلو تعبناك النهارده. الف انا سامر عليه يابا تعبك راحه يابا. انت ما شلتكش الارض نشلكوا احنا يابا حبيبي. يا سلو ماشي ابو حميد ماشي يا مؤمن اللي مصوراتي ماشي حبيبي. ما شلتكش الارض احنا نشلوك يابا. ما شلتكش عينينا تشيلك رموشنا يا ريس حبيبي. ايه يابا سلام احلى ناس والله. حبيبي احلى صحبه واحلى رجال واحلى رفاقه في الدنيا. حبيبي احلى ناس والله. هاي نحن خلصنا الزردي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا رب. ان شاء الله بعوده يا سامر ان شاء الله. واحلى شباب واحلى زرد واحلى يوم قضينا مع بعضنا. ظبطنا احلى اكله رز حمر. احلى اكله رز حمر طبعا والله رمينا في البحر. لا اكلناه يا عم الحياه يعني. ما فيش حاجه زادت. يلا ليله سعيده ان شاء الله باذن الله وبعوده. نورين يا شباب. يلا السلام عليكم.